الشخصيات اللي معلمين عندي طبعا مش في البرنامج ده، بس صباح كان عملت لها برنامج مره في الاي ار تي اول ما طلعت، جبار بصراحه، ساعه ونص يعني، يا ريت كان عملت عندهم. ساعه ونص مع صباح. انت كنت بتحبها قوي؟ بموت فيها من وانا عندي 11 سنه. نشوف جزء بقى من حبيبه ابراهيم الكرداني. بيجي عندهم الحته، يا ريت. عندهم طريقه مش تقليديه في الوقت ده بتالي في الانترفيو، صح؟ الحمد لله. كانت مختلفه. هو بيحبها بويمان، هو عنده 11 سنه. فضلت تحبها لحد لا عارفه لغايه ما كبرت وغلبانه اتشلت. جت هنا 2011 عملت لها حفله جباره، جبت لها كل ممثلين مصر حضروا لها الحفله، منهم نبيل عبيد. حفله خاصه برايفت في بيت نهى براده بنت عمتي. تمام. كان عندها فوق السطوح على النيل كده مكان جميل. جبت فيه نبيل عبيد وكان سمير خفاجي وعبد المنعم مدبولي وصلاح السعداني وفيفي عبده، كل الدنيا جت لصباح. كرمتها كده في اخر ايامها بطريقه جميله جدا جدا جدا، لان هي ادتني سعاده طول عمري بصراحه. ده انا قبل ما اروح اي امتحان الطب ده مثلا، افتح الراديو لازم اسمع لو طلعت لي صباح او شاديه يبقى هنجح. يا سلام. لو الاثنين دول ما طلعوش يبقى رايح الامتحان وانا دول البهجه، دول صوت البهجه يعني. بالظبط كده.